معي هنا في الاستوديو العميد خالد النسي الخبير العسكري، مساء الخير، اهلا بك معنا سياده العميد. اذا هناك سرعه ملحوظه بهذه المعركه والجيش بات على مشارف الحديده، قراءتك للحراك العسكري في هذا الايام، وهل ممكن انسحاب الحوثيين جنوبي الحديده، هل ممكن ان يكون الحديث اليوم عن اعاده تمركز في الايام القليله القادمه؟ طبعا بالنسبه لمعركه الساحل الغربي بشكل عام، تقريبا مثل ما تفضلت فعلا كان في اليومين الماضي كان هناك في تسارع بالنسبه للحركه والانتصارات المتسارعه، لانه الاستراتيجيه التي اتبعها مثلا التحالف والمقاومه بشكل عام ما هي فاجات حتى الحوثيين انفسهم، لانه كانت الاستراتيجيه المتبعه هي مثلا عدم مواجهه الحوثيين في المدن، بينما الالتفاف حول المدن مثل ما حصل في القراحي، لان القراحي تم تجاوزها بينما ما زالت فيها جيوب حوثيه، فلم يتم يعني مواجهتهم في داخل المدن تجنب للخسائر من المدنيين لتدمير البنى التحتيه، حتى بعد تكون خسائر في المقاومه والجنود التحالف ايضا اذا تم في الاستراتيجيه هذه اربكت حسابات الحوثيين. طب فعلا ويعني غير متوقعه بالنسبه لهذه الخطوه، وهي خطوه يعني جابت ثمارها فعلا وفيها انتصارات تنتقل لهذا. فالان تم تجاوز كثير من المدن، الان وصلت الان تقريبا الى مسافه يمكن من 40 الى 45 كيلو من الحديده الان. واحنا نعلم ايضا انه قاعده القاعده القويه والمطار الحديده هو في الجهه الجنوبيه باتجاه المقاومه، ايضا اصبح المطار على بعد 30 كيلو متر من المقاومه. اذا الانتصارات ملحوظه فيما يتعلق بمعركه محور الساحل باتجاه الحديده، اللي وصولوا الان تقريبا قبل ساعه تقريبا وصلوا الى الدراهمي او الى جنوب الدراهمي، وبالتالي اقل من 30 كيلو حتى الوصول للحديده. على المحور الاخر اللي هو مثلا باتجاه بيت الفقيه والحسيني ايضا في انتصارات، ولكن المشكله انه هناك في مدن في المحور الاخر، في المدن التحالف والمقاومه يحاولوا يعني تجنب مواجهه الحوثيين فيها، وبالتالي ربما تاخذ وقت، لكن هناك في تسارع في محور الساحل. نعم، فاتوقع انه اذا استمر بهذا المنوال انه خلال ايام بالتحديد انه ممكن الوصول اقل ما فيها حتى الى المطار او الى القاعده الجويه. وبعدها ما وضع الميناء سيكون؟ الميناء نحن نعلم ايضا انه الميناء هو في الجهه الشماليه من الحديده وفي معزل نوعا ما من المدينه نفسها، متوقع انه هناك يكون انزال برمائي، لانه في قوات موجوده في عرض البحر، موجوده قوات عسكريه، موجوده في بوارق، في قوات عسكريه، مثل ما حصل قبل ايام نقول القوات الاماراتي انزلت قوات بريه في ميناء الفازه ونفذت مهمه وعادت. ايضا متوقع انه بالنسبه لميناء الحديده يتم عزله تماما، بحيث انه حتى الان ايضا الاستراتيجيه المتبعه هي كيف انه يعني نواجه الحوثيين خارج المدينه، الان يتم استنزاف الحوثيين خارج مدينه الحديده، خارج الميناء. يتم مثلا يعني مثلا لا يمكن انه مثلا الدخول معهم في صراع في مدن صغيره فما بالنا بالحديده، لكن اتوقع انه الميناء بالنسبه للميناء انه يتم هناك انزال برمائي بعزله عن الحديده بحكم انه هو يتواجد خارج المدينه باتجاه الشمال. فيمكن بسهوله حتى انه ايضا العدو داخل المدينه وداخل، كل معلومات تقول انه قبل ساعات نفذت يعني طيران التحالف نفذ يعني ضربه في اهداف قويه موجوده في اطار الميناء، يعني هدف عسكري طبعا. اتوقع انه بالنسبه للميناء يتم عزله تماما من خلال يعني انزال برمائي، يعني تقدم مستمر، واذا استمر على هذا المنوال اتوقع انه خلال ايام يعني من يوم الى يوم ان شاء الله نوصل اقل ما فيها توصل قوات الى المطار. نعم. طيب كيف تبعت لوجود الحوثيين بهذه المعركة والوجود العسكري سيادة العميد، خاصة ومع الانسحابات، ونتحدث عن قادة خسائر وعن قادة حوثيين أيضا، وبنفس الوقت نتحدث عن شريان الإمدادات، يعني نحن في نهاية المطاف سنصل لميناء الحديدة، وماذا نتوقع منه؟ نتوقع انه مثلا الحوثيين يعني اقل من كانوا، اقل احنا نتابعهم انه من 1000 الى 1200 كل المقاتل الحوثيين اللي هم اللي نسميهم مقاتلين عقائديين، هذا اللي ينتمون عقائديين الحوثيين من 1200 من حدود 1000 الى 1100 احنا كنا نتابع هذا العدد، يعني اللي هم كانوا من خارج اقليم تام، من خارج الحديده، مثلا ياتون من عمران من صعده، لكن في كتاب تسمى كتاب الحسين، هذه كان الحوثي يعتمد عليه اعتماد كلي في كل الجبهات، هذه كتاب الحسين تم تعزيز جبهه الساحل بهم، فتم استهداف كثير منهم، يعني اخرجوا هذا الكتاب، يعني طب بالتحديد طيران التحالف وخاصه طيران الاباتشي تم اخراج هذا الكتاب الذي يعتمد عليه اعتماد كل الحوثيين، اخرجوه خارج السيطره، تم استهداف عشرات المقاتلين من هذا الكتاب، فبالتالي الان الحوثيين المقاتل الذي يعتمد عليهم اعتماد كلي تقريبا بالامس واليوم تم سحبهم كثير منهم باتجاه صعده. فقط اللي بقي الان المقاتلين اللي هم في اطار من ابناء الاقليم، من ابناء اقليم تهام، من مثلا من ابناء الحديده، لكن هذولا
لا ينتمون عقائديا، ولكن فقط يعني تم استغلال ظروفهم وتم تقديم بعض الامتيازات لهم مادية أو مناصب أو هكذا، لكن في الأخير هم ليس عقائديين، وبالإمكان نوعا ما كثير منهم سوف يتجاوبوا حتى مع الشرعية ومع التحالف عندما يعني يصبحوا قاب قوسين أو أدنى من المدينة أو من التحالف. لكن كثير من المقاتلين نتابعهم أنه تعب سحبوا، لأن الحوثي أيضا يواجه مشاكل يعني ويعني ومعارك يعني في متعلق بمعقل الرئيسي في صعده بالتحديد مرة. فكثير من المقاتلين تم سحبهم بالأمس واليوم، فقط يعني أقل، لنا نأكد لكم أنه أقل من 600 إلى 800 اللي هم يعني نقدر نسميهم مثلا مقاتلين عقائديين، لكن الكثير من المقاتلين هم من أبناء أقليم تهامة، وهذا لا ينتمون عقائديين للحوثي. شكرا جزيلا على وجودك معنا هنا في الاستوديو سيادة العميد خالد ناسي الخبير العسكري، شكرا.